يا صباح الخير والسعادة، يا صباح الفل عليكم. يوم جديد وصباح جديد من صباح البلد. بإذن الله نكون معاكم من دلوقتي ولحد الساعة 10. تبدأوا كده اليوم معانا على خير وصباح الفل يا جاد. صباح الفل يا لميس، صباح الفل عليكم كلكم. يا رب يومكم جميل. اللي أخذ أجازة امبارح وإحنا مكملين بقى، يعني الويك أند بنقول له اتبسط. محدش خد أجازة غيرك. أنا كنت موجود امبارح. يا رب يوم. لأن الناس بصي في الويك أندز عمالة بتحاول تخطف لها يومين كده. صحيح، قبل يعني المدارس. حاولوا تنبسطوا لأن خلاص المدارس على الأبواب. ويا رب يومكم جميل وكل دعوة حلوة من قلب بإذن الله تتحقق، وموضوعات أكيد حلوة ومفرحة. واحنا بنتكلم على دخلة المدارس، يعني ان شاء الله يوم جديد كده والايام الجايه تبقى كلها خير. وبما ان احنا بنتكلم على دخلة المدارس فلازم نتكلم عن مبادره بتحقق نجاحات متتاليه الحقيقه في كل قطاع بتنظم فيه، وهي مبادره وزاره الداخليه كلنا واحد، اللي هيتم اطلاق فعاليات المرحله الـ23 منها تحت رعايه السيد الرئيس رئيس الجمهوريه اعتبارا من 1 سبتمبر القادم، وده هيكون لمدة شهر، وده بمناسبة قرب بداية العام الدراسي الجديد زي ما احنا قلنا، وده لتوفير كل المتطلبات المدرسية، أدوات مدرسية زي مثلا الزي الدراسي، الأحذية، وكل ده أكيد هيكون بأسعار مخفضة عن اللي زيها في كل الأسواق بنسبة بتوصل لإيه بقى؟ 30%. يعني تخيلوا إن انتوا هتنزلوا تجيبوا كل الأدوات المدرسية وكل حاجة تخص المدارس بتخفيض أكتر من أي مكان بنسبة 30%، والأسعار طبعا هتكون مخفضة، وهتوصل كمان حاجات تانية والسلع الغذائية لنسبة 60%، وده بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية. عاوز أقول لكم كمان أنه السلع بتتوفر بجودة عالية جدا وبأسعار طبعا ما فيش زيها بكل المنافذ والسرادقات اللي أعلن عنها على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية. مش كده وبس، ده كمان تم التنسيق مع كبرى الشركات والسلاسل التجارية للمشاركة في المبادرة، وده لتوفير كل المتطلبات المدرسية. طيب هنلاقي الكلام ده كله فين؟ في 814 منفذ في 6 معارض رئيسية، طبعا تقدروا تروحوهم اي وقت، 17 معرض فرعي، وده هيكون بمختلف محافظات الجمهوريه وبالتنسيق مع الاداره العامه لشرطه التموين والتجاره والموردين من اصحاب الشركات التجاريه المتخصصه في مجال المستلزمات والادوات المدرسيه للمشاركه في المبادره ان شاء الله. من اهم المبادرات الحقيقه خصوصا على دخله المدارس، علشان ايه؟ يعني ما يبقوش طالعين من الصيف كده اولياء الامور مدارس مصاريفها كتير، المبادره هتحل كل ده. طبعا هو بص نسبه انتشار واسعه جدا طبعا، ونسبه تخفيض حقيقيه جدا صحيح. وبالتالي بتحقق المبادره نجاحات كبيره، يعني قسنا ده وشفنا ده على مدار السنين اللي فاتت بنعيشه النهارده تاني. علشان كده تم التنسيق مع مديريات الامن على مستوى الجمهورية بإقامة شوادر ومعارض لتوفير المتطلبات المدرسية بأسعار مخفضة زي ما احنا يعني وضحنا في بداية الحلقة. يعني لا تضاهي، يعني ما فيش حد هيقدر ينافس فيها، لأنه الانتشار والنسبة هتبقى حقيقية وواضحة جدا، وهتقدروا ان انتوا تقيسوا وتقارنوا فرق الأسعار في الأسواق والتنسيق مع منتجي ومصنعي الزي المدرسي وأصحاب المكتبات الكبرى، وعرضها للبيع من خلال سيارات متحركة، منافذ ثابتة، ومعارض. فهيبقى في تنوع حتى في الأماكن اللي تقدروا ان انتوا تحصروا فيها او تقدروا ان انتوا تشتروا فيها الأدوات المدرسية او حتى الزي المدرسي، وتحت إشراف وتأمين من أجهزة المديرية. كمان قطاع المشروعات والتنمية بوزارة الداخلية من خلال منظومة أمان، والمنظومة دي بتساهم في توفير السلع الأساسية اللي بتمس احتياجات المواطنين بهدف تحقيق التوازن والسيطرة على الأسعار. هتعمل إيه؟ قامت بتجهيز 32,000 شنطة مدرسية بداخلها مستلزمات وأدوات مدرسية، وبيتم إهدائها لطلبة المدارس في المناطق الأكثر احتياجاً والأولى بالرعاية على مستوى الجمهورية، وده بالتنسيق مع قطاعات الوزارة ومختلف مديريات الأمن. كمان وزارة الداخلية بتواصل توفير كافة السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة أيضا من خلال 1026 منفذ ثابت
ومتحرك وسرادقات بالميادين والشوارع الرئيسية وقوافل السيارات لمنظومة أمان. أعتقد كلنا اتعرفنا على المنظومة دي بطرق مختلفة، وهي طبعا تابعة لوزارة الداخلية، وهتكون التخفيضات والانتشار ده معانا حتى نهاية العام. تعالوا نشوف كده على أرض الواقع المبادرات اللي تابعة لوزارة الداخلية وصلت لفين، ويعني تعالوا نتعرف أكتر على اللي بيحصل على الأرض. الله، المنافذ هتكون موجودة في كل مكان اعتبارا من 1 سبتمبر، يعني اكيد هيكون في منفذ او معرض قريب من بيتك، مش محتاج ان انت تروح مشوار علشان يعني تجيب كل ادوات المدرسة. ما تنسوش الاسعار فعلا مختلفة عن اي مكان. خلونا بقى نقول لكم فقراتنا ايه النهاردة. كالعادة هنبدأ بفقرتنا الرئيسية الصحفية. النهاردة ضيفتنا في الفقرة الكاتبة الصحفية ماريان جيرجس. فقرتنا التانية النهاردة السبت، إذن في تنوع في اللي بيحصل أونلاين، هل في موضوعات، هل في محتوى جديد نقدر إن احنا نتعرف عليه؟ ده بالفعل هنقدر إن احنا نشوفه من خلال لقاء لميس مع البلوجر مصطفى ترك. هتورينا بقى هي حاجات جديدة النهاردة، سوشيال ميديا بقى ومحتوى وتفاصيل، ونعرف اللي بيحصل على السوشيال ميديا منه. فقرتنا الأخيرة زي ما احنا متعودين هتكون فقرة طبية، هنتكلم فيها النهاردة عن أمراض الذكورة. هيكون معانا الدكتور أحمد العياشي، استشاري جراحة الذكورة وعقم الرجال. دي فقراتنا، تعالوا مع بعض نروح لحالة الطقس نشوف درجات الحرارة ايه النهاردة. طيب تعالوا نتعرف على حالة الطقس النهاردة قبل ما ننزل ونشوف أشغالنا. كما يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، هيكون في ارتفاع في نسبة الرطوبة بتؤدي إلى تكون بعض السحب المتفرقة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، مما يحد من تأثير أشعة الشمس أحياناً، وبكده الإحساس بالطقس هيكون حار ورطب نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للحرارة رطب ليلاً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، حار رطب على باقي الأنحاء. ومع بعض هنتابع درجات الحرارة المتوقعة في بعض محافظات الجمهورية، ودايما بنبدأ بالعاصمة المصرية القاهرة العظمى 34 والصغرى 25، بالنسبة للإسكندرية 31-24، الإسماعيلية يعني ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة أكتر شوية من إسكندرية 35-25، بالنسبة للدقهلية 34-26، والغردقة 28، كمان في يعني درجتين ثلاثة أكتر شوية في الغردقة، والمنيا 37-26. تعالوا كمان ناخد فكرة عن درجات الحرارة في بعض العواصم العربية والعالمية. في الرياض العظمى 42 والصغرى 28، بالنسبة لأبوظبي 40-31، أنقرة 31-19، لندن 24-13، وواشنطن 32-22، وأخيرا بكين 27-15. بعد ما تعرفنا على أحوال الطقس، تعالوا كمان نشوف أسعار العملات والذهب
ونبدأ بالدولار الأمريكي اللي سعر شراءه سجل 19 جنيه و14 قرش، أما سعر البيع 19 جنيه وقرشين. اليورو سجل النهاردة 19 جنيه و5 قروش، أما البيع 19 جنيه و26 قرش. الجنيه الاسترليني 22 جنيه و55 قرش، أما البيع 22 جنيه و77 قرش. الريال السعودي 5 جنيه و8 قروش، أما البيع 5 جنيه و11 قرش. أخيرا الدينار الكويتي سعر الشراء 60 جنيه و3 قروش، أما البيع 62 جنيه و41 قرش. تعالوا كمان نشوف أسعار الذهب، ونبدأ بعيار 18 اللي سجل 924 جنيه، واستقر عيار 21 عند 1078، أما عيار 24 سعره النهاردة 1232، وأخيرا الجنيه الذهب 8624. لسه مكملين مع حضراتكم وشوية رياضة. تعالوا نشوف أسهل التمارين الرياضية دلوقتي حالا. يا صباح الفل والنشاط، وجه معانا مع التمارين بسيطة وخفيفة. النهاردة هنتمرن حاجات مختلفة ومعانا كوتش سارة. صباح الفل يا سارة، عاملة ايه؟ صباح الخير عليكم. كله تمام؟ كله حلو الحمد لله. مرن ايه بقى النهاردة؟ النهاردة هنتمرن تمارين كارديو لعضلة القلب، وفي نفس الوقت هنقوي عضلات الرجلين. تمارين فانكشن زي اللي بنعملها في ايامنا عادي جدا، هنوظفها ان احنا هنقوي عضلات. حلو قوي، ماشي. قوي عضلات القلب. كارديو ده دايما اللي هو بيحرق دهون، يعني بيحرق دهون. وفي نفس مرن بقى كده كوردينيشن، توافق عضلي عصبي، وفي نفس الوقت تقويه. ماشي يلا بينا. بس تابعيني بقى. يلا بينا. هنسخن الاول. سخن الاول. مش اوكي. كعب مش كعب، سخن من تحت لفوق. ايدي بقى معايا كاني بمشي في مكان. بعد كده هطلع لفوق شويه اسرع. كمان 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 نجري. في مكان. بعد كده لورا. كل تمرين من دول بنعملهم من 10 ل 15 عده. اوكي. في الاول حلو. ممكن مره واحده حسينا ان احنا لسه ما سخناش هنعيدهم تاني اهو. مش تكعب مش تكعب. هعمل ركبه لقدام لفوق شويه. اسرع اسرع اسرع. وبعدين نعلي بقى. ماشي. ايوه 30 عده، يعني تقريبا 30 ثانيه. حلو. تمام. بعد كده لورا. وبعدين ورا. اوكي. طيب احنا لما بنيجي نقعد على الكرسي مشتنا ركبنا كتفنا على خط واحد، ايدي قدام كاننا هنقعد على الكرسي وركبي. فتحه الرجل قد ايه؟ قد كتفي. بصي لو جبت مسطره كده بالظبط على خط أوكي. واحد. ماشي. ماشي. ايدي قدام هقعد 10 عدات. لو في كرسي اقدر المسه وابقى شايفه دايما مشط رجلي. اوكي. يعني دايما وانا بقعد ما لمنش لقدام. ما اطلعش لقدام ومحمله على الكعب الرجل. بالظبط. مش قادر انزل المستوى ده او المستوى ده، ده اخري. تمام. مش مهم كده انا مشغله برضه عضله. ما نضغطش على نفسنا يعني. يعني او ما فيش. نعمل على قد ما نقدر. بالظبط. يلا بينا. يلا بينا. 10 عدات. بعد كده هطلع بركبي لفوق بسرعه. وبعدين 10 عدات. هنزل تاني سكوات. 10 عدات. 4 5. شاطره يا فرح. بعد كده ايدي من هنا هتعدي من تحت ركب. اوكي. هنا 3. لازم بسرعه ولا عادي؟ لا عادي، ممكن مش لازم اسرع حاجه، ممكن بالراحه.
بس ما اقفش خالص يعني. بس اهم انزل رجلي، بنطلع الرجل لفوق مش بننزل بظهرنا، علشان اشغل الكور معايا والرجل هنا تحت رجلي تحت ركبي، وبقرب الابر بادي او الجزء العلوي من رجلي. بعد كده هنزل تاني سكوات. ماشي يلا يا فرح، اللي شغال معانا هيحس بعضله قلبه، هيحس ان نفسه عالي مش زي خالص يعني. انت شاطره يا فرح، انت رياضيه قديمه. رجل ورا اوكي كده، بلمس بس يا ساره بلمس بس بالمش، لا اوكي بلمس ارجع تاني في مكان المس ورا. مش بننزل يعني بالظبط هنا والورا تاتش الورا. بعد كده سكوات تاني، يلا بينا. صوت جميل يا جماعه، الصوت جميل، بيشغل كل عضلات الرجلين وفي نفس الوقت احنا بنعمل كارديو. اوكي تاني فوق 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 بسرعه 10 عدات. هنزل سكوات، هنعيدهم مره كمان تاني راوند سكوات مع نهايه، وايدي من تحت ركبي. حلو. بعد كده سكوات تاني. خسينا 5 كيلو تقريبا يعني ممكن 3 كتير 5 كيلو في تمرينه. هلمس لورا، هلمس ورا، هايل. اهم حاجه طبعا في تمارين الكارديو ان انت لما تكوني معليه الهارت ريت او ضربات القلب لازم بعد ما تخلصي تمرين تهدي. ما ينفعش اقف فجاه زي اللي بيجري في التراك. غلط انه اخلص واقعد ارتاح. ما ينفعش، انا تعبت بمشي في مكاني بقلل سرعه ضربات قلبي بالراحه. اوكي دي نصيحه مهمه جدا يا ساره فعلا. ما ينفعش ان انا اللي حتى بيقطع الحبل في اي سباق بيكمل بعد كده. بيخفف شويه. ما ينفعش يقف مره واحده. اوكي. بنهدي. طب بالنسبه لشرب الميه يا ساره واحنا بنتمرن ودقات القلب بالظبط سريعه وكده بناخد بقى صغير، بس لازم طول التمرين اشرب ميه، يعني ما اشربش ميه مره واحده. اوكي. اشرب ميه بالراحه حبه حبه علشان خاطر جسمي برده ما يحصلوش دي هدي. حلو قوي. ميرسي يا ساره. ميرسي انت دايما منورانا في صباح البلد. ميرسي يا فرح جدا. شكرا. صباحكم زي الفل. تعالوا مع بعض نروح دلوقتي لموجز لأهم الأنباء مع رشا. شكرا لبيس، صباح الخير وإلى موجز أخبار صباح البلد. تنطلق اليوم مرحلة تقليل لاغتراب التحويلات بين الكليات في تنسيق الجامعات 2022 من خلال موقع التنسيق الإلكتروني أمام الطلاب المرشحين في المرحلتين الأولى والثانية لإجراء التحويلات لتقليل الاغتراب المناظر وغير المناظر وفي حدود النسبة المقررة 10%. تستمر حتى يوم الأربعاء الموافق 31 من أغسطس الجاري، وذلك عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني ووفقا للشروط والقواعد المنظمة والصادرة من المجلس الأعلى للجامعات بهذا الشأن. يؤدي طلاب الثانوية العامة دور ثاني اليوم الشعبة العلمية علوم ورياضيات امتحان مادة الكيمياء بإجمالي 26,895 طالبا وطالبة، كما يؤدي طلاب الشعبة الأدبية امتحان مادة الجغرافيا بإجمالي 12,431 طالبا وطالبة، بينما يؤدي طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا شعبتي العلوم والرياضيات الرياضيات الامتحان في مادة مقاييس المفاهيم الفيزياء. تواصل وزارة الصحة والسكان اليوم إطلاق 4 قوافل طبية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة للكشف والعلاج مجانا في كافة التخصصات الطبية، وذلك بمحافظات الجيزة دمياط الوادي الجديد الغربية. تواصل وزارة الداخلية اليوم فعاليات المرحلة 22 من مبادرة كلنا واحد تحت رعاية رئيس الجمهورية لتوفير السلع للجمهور بأسعار مخفضة بنسبة تصل إلى 60%، والتي تستمر حتى نهاية شهر أغسطس لعام 2022. هذا وتعد مبادرة كلنا واحد من أكبر المبادرات المجتمعية التي أطلقتها وزارة الداخلية في إطار الدور المجتمعي لمنظومة العمل الأمني
للمساهمة في رفع العبء عن كاهل المواطنين، وتأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لدعم منظومة الحماية الاجتماعية للمواطنين. تواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية اليوم العمل بالأوكازيون الصيفي والذي يشارك به من 3500 إلى 4000 محل. كان الدكتور علي المصلحي وزير التموين والتجارة الداخلية قد أصدر قرارا وزاريا بمد فترة الأوكازيون إلى أول أكتوبر المقبل، وذلك بهدف تنشيط التجارة الداخلية وتلبية احتياجات المواطنين من السلع. ووفقا لنظام العمل بالأوكازيون الصيفي، فإن المحلات المشاركة لها الحرية في تقديم نسبة التخفيضات المناسبة شريطة أن تكون التخفيضات غير وهمية. رياضيا، يلتقي في 3:30 عصرا فريق مانشستر يونايتد مع نظيره ساوثهامبتون ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، فيما يلتقي في تمام الرابعة فريق ليفربول مع منافسي بورنموث ومانشستر سيتي مع كريستال بالاس، هذا ويلتقي في 6:00 مساء فريق أرسنال مع منافسه فولهام. وتقام اليوم 4 مباريات ضمن منافسات الجولة 33 من بطولة الدوري الممتاز، حيث يلتقي في 4:00 عصرا فريق إمبي مع نظيره الإسماعيلي، فيما يلتقي فريق فاركو مع منافسي غزل المحلة في 5:30 مساء، هذا وتقام في 8:00 مساء مباراتا فريقي الأهلي وطلائع الجيش وإيسترن كامباني والبنك الأهلي. نهاية الموجز، عودة للميس وجاد. شكرا رشا، واكيد بعد قليل هننتظر فقرتك في عالم الصحافه وضيفك اللي هيكون موجود في الاستوديو لمناقشه بعض الملفات والمحاور باذن الله. اما دلوقتي فحكايتنا او تقريرنا عن حكايه مكان، وحكايتنا النهارده عن دير سانت كاترين. يقع الدير في منطقه سانت كاترين بمحافظه جنوب سيناء. يعد دير سانت كاترين احد اقدم الاديره العامله في العالم. يعرف باسم دير القديسة كاترين، واسمه الفعلي هو دير الله المقدس لجبل سيناء. تم بناؤه بأمر من الإمبراطور البيزنطي جستنيان الأول لإيواء الرهبان الذين كانوا يعيشون في شبه جزيرة سيناء منذ القرن الرابع الميلادي. استشهدت القديسة كاترين في أوائل القرن الرابع الميلادي، حيث يحمل الدير اسمها لاكتشاف الرهبان جسدها بالقرب من جبل سانت كاترين في القرن التاسع الميلادي. يشتمل الدير على هياكل متعددة، أهمها كنيسة تجلي السيد المسيح المخلص، والتي تضم في حد ذاتها 9 كنائس أصغر. يشتمل دير سانت كاترين أيضاً على 10 كنائس أخرى وأماكن إقامة الرهبان وقاعة طعام ومكبس زيتون وصناديق عظام الموتى ومكتبة تضم كتباً نادرة و6000 مخطوطة. مشاهدينا الكرام، وصلنا دلوقتي لفقرتنا الإخبارية اللي هنناقش فيها أهم الأخبار، المقالات، الحوارات والتحقيقات المتنوعة من الصحف والمواقع الإلكترونية. بيسعدني أن يكون معانا النهاردة الكاتبة الصحفية الأستاذة ماريان جركي. صباح الفل، منورة. صباح الفل رشا، أهلا وسهلا بك. هنبتدي جولتنا بخبر وصول الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء إلى مطار العاصمة التونسية لترأس وفد مصر في اجتماعات القمة 8 لمؤتمر طوكيو الدولي للتنمية الأفريقية تيكاد 8، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية. كان في استقبال رئيس الوزراء في المطار وزير الدفاع الوطني التونسي عماد مميش والسفير إيهاب فهمي سفير مصر في تونس. وقد أعرب وزير الدفاع التونسي عن ترحيبه وترحيب الحكومة التونسية بالمشاركة المصرية رفيعة المستوى في اجتماعات قمة التيكاد، متمنيا للوفد المصري كل التوفيق
التوفيق في أعمال القمة. من جانبي أعرب الدكتور مصطفى مدبولي عن سعادته بالتواجد في تونس بعد أشهر قليلة من زيارته لها خلال اجتماعات اللجنة العليا المشتركة بين البلدين. وأشار مدبولي إلى أهمية مؤتمر أتيكاد كمنصة دولية بالشراكة مع اليابان تهتم بقضايا التنمية في القارة الأفريقية. أستاذة مريان، يعني قمة يمكن قمة مهمة جدا، ويمكن انعقاد القمة ده يعني هي في توقيت عادي، يعني في توقيت انعقادها، لكن هي بتأتي في توقيت بالغ الحساسية أيضا من ناحية، خليني أقول، التكتلات الاقتصادية. صحيح. أهمية انعقاد هذه القمة، وممكن نتخيل القضايا المطروحة الآن في هذه القمة. صحيح. زرشة، خليني أقول لحك إن هي توقيت مهم جدا بالنسبة لتونس، لأن تونس بتشهد يمكن انسداد سياسي وأيضا اضطرابات سياسية كثيرة جدا أثرت على الاقتصاد بالسلب. ولكن خليني أقول لحك إنه تاريخ التكاد أو قمة انعقاد التكاد هي بدأت من 1993، ودائما ما كانت تعقد في اليابان. ويمكن لو حك تتذكري وسادة المشاهدين، كانت آخر قمة هي تكاد 7، كان السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي موجود في يوكوهاما، وكان أيضا حاضر لحفل توزيع جوائز دكتور نيجوتشي، وكان هذا الطبيب له باع كبير في مكافحة الأمراض المعدية في أفريقيا. الحقيقة تكاد 8 مهم جدا بالنسبة لأفريقيا وبالنسبة لتونس. بالنسبة لأفريقيا إن هو بتعتمد على 3 ركائز، وهي التنمية والسلام وإرساء الاستقرار في شمال أفريقيا. أما بالنسبة لتونس فهي مزيد من الاستثمار ومزيد من الاقتصاد. طب خلينا نقول مزيد من الاستثمارات الاقتصادية، خلينا نقول ماذا تحتاج اليابان من شمال أفريقيا أو من أفريقيا، وماذا تحتاج أفريقيا من اليابان. الحقيقة أن اليابان بتحتاج من أفريقيا والدول الأفريقية مساندة ومبايعة في مجلس الأمن الدولي، وأن هي تدعمها في كثير من القضايا على الميزان السياسي. أما الدول شمال أفريقيا وتونس تحديدا، واللي هي الدول على الساحل الأفريقي، هي تحتاج مزيد من الاستثمارات الاقتصادية، وخاصة في القطاع الصحي. الحقيقة طبعا كما تعلمين اليابان متقدمة جدا في المجال الصحي، ومن شأنها أن تنقل هذه التكنولوجيا إلى الدول الأفريقية. والحقيقة أنه بالفعل تم يمكن توقيع 4 مذكرات تفاهم ما بين الخارجية اليابانية وأيضا تونس، وأيضا في مبادرة مقدمة من اليابان اللي هي UHC، وهي بتقول أو بترتكز على الأمن البشري وعلى الأمن الصحي أكثر في شمال أفريقيا، يعني بتنطلق أو بتقول أن هي لن تترك أحد أو صحة أحد خلف الركاب. خلينا أقول لحضرتك كمان أن هناك مزيد من المشاريع الاستثمارية والتنموية يمكن سنشهدها في اليومين القادمين اللي هي مدة انعقاد القمة. مشاريع لشمال أفريقيا بشكل عام ولا تحديدا لتونس؟ يعني لتونس بالفعل، لتونس طبعا، وهي يمكن بالأحق في هذا التوقيت، لأن زي ما قلت لحضرتك بعد التغيرات السياسية اللي طرأت واللي أقادها قيس سعيد من أجل إصلاح سياسي وإزاحة المشهد من الإخوان، حصل تأثر كبير جدا على الاقتصاد التونسي، وبالطبع هي محتاجة مزيد من الاستثمارات الأفريقية. لكن خليني أقول في نقطة هنا، أنه هذه القمة على قد ما هي يعني قمة اقتصادية تنموية، لكن هي بادية بشكل سياسي بعد ما حدث بالأمس ما بين رئيس البوليساريو. يعني صحيح. حضرتك عارفة موقف المغرب في هذا الموضوع، ودي أول مرة بتحصل، فهي بادية سياسيا، يعني خلينا نقول إنها بادية بشكل سياسي أكثر منه اقتصادي وتنموي يعني. وحنتابع أكيد، حنشوف إيه اللي حيحصل يعني. طيب أنتقل لجريدة أخبار اليوم، وحوار هام للزميلة سما صالح رئيس القسم العسكري بجريدة أخبار اليوم مع اللواء طبيب مجدي أمين مبارك رئيس مجلس إدارة غريفولز إيجيبت لمشتقات البلازما، أحدى المشروعات الكبرى التي تحظى بدعم واهتمام من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والقوات المسلحة. الحوار جاء تحت عنوان مشروع الاكتفاء الذاتي من مشتقات البلازما، أمن دوائي وقومي، متابعة مستمرة من الرئيس السيسي للمشروع والقوات المسلحة تدعمه بجميع هيئاتها، وافتتاح أول مركز متكامل للبلازما بأفريقيا والشرق الأوسط في مدينة السادس من أكتوبر. وفي سطور الحوار أكد اللواء طبيب مجدي أمين مبارك أن مشروع الاكتفاء الذاتي من مشتقات البلازما مصدر مهم من مصادر الأمن الدوائي والقومي المصري، مؤكدا أن المشروع يهدف إلى تعزيز نظام الرعاية الصحية في مصر. وأشاد اللواء طبيب مجدي أمين في حواره مع أخبار اليوم بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتحقيق الاكتفاء الذاتي من مشتقات البلازما لتكون مصر
قادرة على توفير العلاج المصنع من البلازما للأمراض النادرة التي تهدد الحياة في بعض الأحيان. وأشاد بالرعاية والمتابعة المستمرة من رئيس الجمهورية للمشروع الاستراتيجي والحيوي، مؤكدا أن أجهزة الدولة ومؤسساتها تعمل على تذليل جميع الصعاب التي تواجه المشروع. من هذا المنطلق تحرص القيادة العامة للقوات المسلحة بجميع هيئاتها وأجهزتها المختلفة على تقديم الدعم الكامل للمشروع، إيمانا بدورها الأساسي في دعم قطاع الصح. عايزة أبقى شوية عند الخبر ده، لأنه لو احنا بتكلم على هذا المشروع وهو مشروع الاكتفاء الذاتي من البلازما، وشفنا السيد الرئيس طلع اتكلم عليه كذا مرة، وتعامل أكتر من حملة للتبرع بالبلازما، لكن احنا كعادتنا كمصريين بننسى، بننشغل شوية بموضوع وننسى، لكن مصر شغالة والأجهزة شغالة على هذا الموضوع. عايزة أقف عند حجم التطور اللي وصلنا ليه، خاصة إن خلاص المصنع في 6 أكتوبر وده أكبر مصنع بالزبط في الشرق الأوسط، وأهمية يعني عايزة الناس تحس بأهمية هذا المشروع. صحيح. الحقيقة يا أستاذة رشا، يمكن الدولة المصرية كانت ليها رؤية في توطين صناعات الدواء ومدينة الدواء، ولكن هذه الرؤية وهذه السياسة والتوجه من الدولة المصرية بدأ حتى قبل جائحة كورونا. يعني تلاقي حضرتك تحدثوا عن هذا المشروع اللي هو الاكتفاء الذاتي من مشتقات البلازما في 2018. أدركنا أهمية توطين صناعة الدواء واللقاحات لما قامت جائحة كورونا، وكانت كل دولة حتى في الاتحاد الأوروبي بتتسابق أن هي تحصل على الكمية من اللقاحات، لأن هي هذه أيضا تكنولوجيا، صناعة مبنية على تكنولوجيا علمية. الحقيقة أن مشتقات البلازما دي مهمة جدا، ويمكن كل مرضى الدم اللي بنتمنى لهم الشفاء طبعا الحقيقة أن هم بيلمسوا أهمية هذه المشتقات، والحقيقة أن الاكتفاء منها بيحقق فايدتين. الفايدة الأولانية هو أنه بيخفض الواردات وقيمة الواردات، لأنها أدوية غالية جدا، مثلا زي الألبومين، هيموفيليا، حقن الهيموفيليا ومشتقات زي فاكتور 10 فاكتور 8. الحقيقة أن الحقن دي يمكن بتوصل أسعارها لأكثر من 10,000 جنيه للحقن الواحدة أو للجرعة الواحدة، ولكن الاكتفاء الذاتي من تصنيعها وتوطين هذه الصناعة بيخفض من هذه القيمة الواردات على ميزان العجز طبعا التجاري اللي عندنا، وأيضا الضغط على العملة الصعبة. خليني أقول لحضرتك كمان أن الدولة المصرية، أو الفايدة الثانية اللي بنتحدث عنها في هذا المشروع، أن الدولة المصرية بتؤمن بالسيادة. حيك لما يكون عندك أكبر مصنع في الشرق الأوسط بيحقق الاكتفاء الذاتي من مشتقات البلازما، ده هيحقق السيادة في أفريقيا، يعني هتبدأي حضرتك تحقق اكتفاء ذاتي وتصدري أيضا للبلدان الأفريقية هذه العقاقير، وتوفر لهم أيضا اكتفاء ذاتي على مستوى القار. الحقيقة أن في كثير من الأمراض زي ما قلت لحضرتك، يمكن الفشل الكبدي دي أمراض فتاكة، نحن لا نتحدث أبدا عن أمراض بسيطة، ولكن هي أمراض بتهدد صحة المواطن المصري. بالنسبة لتبرع البلازما، يمكن وزارة الصحة كان ليها أكثر من مناشدة أن هي تبرع بالبلازما، والحقيقة أن بيكون ليه معايير صعبة جدا، يكون مثلا ما بين 18 ل 50، ويكون المتبرع خالي من كل الأمراض، فيروس سي، إيدز، لأنه طبعا لازم هذا البلازما دي جزء من الدم بيتم فصله من الدم، وبيتم استخراج المشتقات منها زي الألبومين وزي الفاكتورز اللي قلت لحضرتك عليه، ولازم يكون بشكل مستمر، يعني لأن هذه الأكياس بتعدم لو ما تمش استخدامها. الحقيقة أن كمان الدولة المصرية لما لقت في عجز، ويمكن احنا ما عندناش ثقافة التبرع، ودي نقطة مهمة جدا، يمكن بنلاقي برا الشباب بيروح يتبرع بالدم بدون أي حملات توعوية أو أي شيء، ولكن احنا هنا عندنا مشكلة في ثقافة التبرع بالدم. وأعتقد أن الأزهر الشريف والكنيسة الأرثوذكسية القديرة لابد أن يكون لهما دور كبير في التوعية، سواء في التبرع بالدم، البلازما، التبرع بالأعضاء، لأن الحقيقة ده هيخفض من على كاهل الدولة المصرية الكثير، بدل ما يعني احنا فعلا بنستورد قرنيات مثلا لكل المرضى لديهم مشكله بالقرنيات، فنستورد القرنيات من الخارج، واحنا عندنا عدد وفيات كبير من احنا ما عندناش بنك للقرنيه للاسف، لا لان احنا محتاجين الابروفل او التصريح من الازهر الشريف والكنيسه الارثوذكسيه ان احنا نبدا فعلا حملات التبرع بالاعضاء، لانه ده يتسق مع اديانا السماويه. صحيح. في نقطه كمان في الخبر ده في غايه الاهميه استاذه مريان، انه بعد الاحداث العالميه اللي احنا بنشوفها دلوقتي، اعتقد انك تبقي ملكه
أمورك. صحيح. ده مهم جدا، أنت في لحظة ممكن يتوقف أي إمداد بأي شكل. صحيح، ده اللي بنشوفه بالفعل بعد الصراع الروسي الأوكراني. احنا شايفين سلاسل الإمداد والتوريد واقفة خالص، ووقفة حتى في المكون الأجنبي لأي مشروع في الصناعة. صحيح. فما بال حضرتك في الصحة، زي ما تلمسنا في اللقاحات، ويمكن الدولة المصرية بدأت تتنبه أن يكون عندنا مصنع وفاكسير أنه يتمدد ويكون ليه فرع في 6 أكتوبر أيضا، من أجل توطين وأن يكون لديها سيادة اللي بيملك دوائه وبيملك صحيح. قراره. صحيح. عايزة بقى أنتقل لملف آخر في غاية الأهمية. أكد مصدر مسؤول أن الحكومة دبرت نحو 12 مليار جنيه لتمويل حزمة الرعاية الاستثنائية الأخيرة التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي من أجل التوسع في مد مظلة الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين، بحيث تتحمل الدولة أكبر قدر ممكن من الآثار السلبية للموجة التضخمية غير المسبوقة التي أعقبت جائحة كورونا وتزايدت حدتها مع اندلاع الحرب بأوروبا، والتي تسببت في زيادات كبيرة بأسعار السلع والخدمات. تتضمن الحزمة الاستثنائية الأخيرة والتي يبدأ تطبيقها أول شهر سبتمبر المقبل ضم 1 مليون أسرة إضافية إلى برنامج تكافل وكرامة، ليصبح عدد المواطنين المستفيدين من البرنامج أكثر من 20 مليون مواطن على مستوى الجمهورية، وصرف مساعدات استثنائية لنحو 9 ملايين أسرة لمدة 6 أشهر من الفئات الأكثر احتياجا ومن أصحاب المعاشات الذين يحصلون على معاش شهري أقل من 2500 جنيه، والعاملين بالجهاز الإداري الدولة الذين يحصلون على راتب أقل من 2700 جنيه شهريا، وتعزيز الأمن الغذائي للأسر الفقيرة والأمهات والأطفال عبر التوسع في طرح السلع الغذائية المدعمة بنصف التكلفة وزيادة 100 جنيه لبطاقة التموين، ويستفيد منها 37 مليون مواطن. الخبر ده مهم جدا لأنه إحنا في أزمة والعالم كله في أزمة، وإحنا شايفين الأزمات عمالة بتزيد إزاي. طبعا في أي أزمة يمكن الأسر الأولى بالرعاية أو الأسر الفقيرة هي اللي بتبقى الأكثر تأثيرا، يعني بتبقى لا حول ولا قوة في هذه الأزمات. ف12 مليار جنيه مع أزمة اقتصادية برضو احنا بنمر بيها، مش عايزين نكون يعني بنقول لا احنا في رفاهية، لا احنا مش في رفاهية. 12 مليون جنيه ممكن ان هم يسدوا خانة مع الناس. صحيح بالفعل، ويمكن أنا عايزة أقول لحضرتك أستاذة رشا أن الدولة المصرية ما بدأتش هذه الحزمة الاستثنائية بس من النهاردة، ولكن كان لديها برنامج لكل برامج الحماية الاجتماعية من وزارة التضامن الاجتماعي مع بداية خطة الإصلاح الاقتصادي. زي ما حضرتك تفضلتي وقلتي أن هذه الشريحة الأكثر احتياجا من أهالينا هم اللي بيكونوا أكثر تأثرا في ظل هذه المتغيرات، وخاصة طبعا في ظل هذه التحديات اللي بيقابلها الاقتصاد العالمي. خليني أقول لحضرتك أن وزارة التضامن الاجتماعي بتشهد طفرة كمان مع توقيع البروتوكول اللي شفناه يوم الأربعاء في اجتماع مجلس الوزراء مع التحالف الوطني والأهلي للعمل الجماعي والتنموي، والحقيقة أن ده بيثمن دور مؤسسات المجتمع المدني في المساعدة مع برامج وزارة التضامن الاجتماعي لزيادة البرامج الحماية الاجتماعية ولتوسيع المظلة الاجتماعية. خليني أقول لحضرتك أنه بالإضافة أن احنا تم ضم 900 ألف أسرة لبرنامج تكافل وكرامة، ولكن زاد الدعم النقدي والدعم العيني لكثير من الأسر. الدولة المصرية كمان بتسعى من خلال الحماية الاجتماعية إلى التمكين الاقتصادي، ودي نقطة مهمة جدا، إن أنا لما بمكن هذا الفرد أو هذا المواطن المصري اقتصاديا أنا بحاول أو بحوله من مواطن على كاهل وزارة التضامن الاجتماعي إلى مواطن فاعل وإيجابي في الاقتصاد المصري. كمان خليني أقول لحضرتك أنه من ضمن البرامج المقدمة والمعاشات المقدمة من وزارة التضامن الاجتماعي هي معاشات للأطفال، ويمكن السادة المشاهدين مش على ألفة من على هذا المصطلح، ولكن الأطفال اللي ليس لديهم أب أو أم أو مجهول الأب والأم، مش بحب أقول أطفال أيتام، بالعكس هم أولادنا كلنا، ولكن الأطفال الأيتام وفي دور الرعاية واللي أو حتى اللي لديهم أسرة ولكن هذه الأسرة فيها قصور في الرعاية الأسرية أو في تقديم الخدمات والرعاية أو الحياة الأدمية ليهم. فالحين وزارة التضامن الاجتماعي بتقدم معاشات للأطفال أيضا. لا أنا عايز أقف عند النقطة دي، المعاشات اللي بتتقدم للأطفال دول هم في دور الرعاية الاجتماعية؟ سواء في دور
الرعايه الاجتماعيه، او سواء اللي مجهول الهويه الاب او الام، او حتى الاطفال اللي بينتموا لاسره بنقول عليهم اطفال بلا ماوى. بالظبط كده، او الاطفال اللي ليهم اب وام ولكن هذه الاسره لديها من المشاكل، او اولاد ام معيله، او مثلا من الغارمين والغارمات، فالاسره لا تستطيع تقديم الرعايه الاسريه ليهم. فالحقيقه ان وزاره التضامن الاجتماعي بتشمل هؤلاء الاطفال. خليني القي الضوء كمان مع حضرتك على مبادره الغارمين والغارمات. يمكن السيد الرئيس دايما بصفه مستمره حوالي مرتين في السنه مع كل عيد بيحاول ان هو يخلص عن طريق المبادرات من التخلص من الديون والغارمين والغارمات. هذه ايضا مساعده اجتماعيه وهي جزء من الحمايه الاجتماعيه، التخلص من الديون، وحتى ثقافه ان زي الام المعيله او المراه المعيله ان هي لا تقع في براثن هذه المشكله. الحقيقه ان كل هذه المجهودات من الحمايه الاجتماعيه بتخفف اثار الحده التداعيات السلبيه للازمه الاقتصاديه. انا عارف ان وقتنا ما فاضلوش كتير، عايز اخد خبر مهم جدا. هتكلم على مصدر من اهم مصادر الدخل القومي لمصر وهو قطاع السياحة. وقعت وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي مع إحدى الشركات الدولية المتخصصة عقدا لإعداد استراتيجية للترويج لمدينة سانت كاترين في مختلف دول العالم وإبراز المكانة والقيمة المتفردة لها من حيث الموقع المتميز والمقومات السياحية والمكانة الروحية لها، حيث يوجد بها موقع التجلي الأعظم تلك البقعة المقدسة الفريدة، كما أنها تعتبر أحد المواقع السياحية المسجلة على قائمة التراث العالمي. ويأتي ذلك في ضوء توجيهات رئيس الجمهورية باتخاذ الإجراءات اللازمة للترويج دوليا لمدينة سانت كاترين بمحافظة جنوب سيناء في إطار مشروع تطوير موقع التجلي الأعظم فوق أرض السلام بالمدينة وإبراز المقومات السياحية والأثرية والبيئية والروحانية لها. كما تقوم الوزارة بإنتاج فيلم ترويجي عن المدينة لإبراز قدسيتها والمقومات السياحية والأثرية والبيئية والروحانية بها. أعتقد أنه إحنا دايما كنا بنتكلم على دير سانت كاترين. صحيح. في ناس كتيرة، أنا من ضمن الناس اللي زرت دير سانت كاترين واستمتعت فيه ورحت المدينة، وكانت خليني أقول إنها على قد الجمال اللي هي فيه بتفتقر كانت لحاجات كتيرة، وأعتقد إن في نهضة في مدينة سانت كاترين بشكل عام. وإحنا هذه الأيام بنستعد لإطلاق إحياء مسار رحلة العائلة المقدسة. شايفة الترويج من خلال هذه الحملة العالمية اللي هتقوم بها مصر لهذه المنطقة الخلابة خليني أقول؟ صحيح. الحقيقة أستاذ رشا، يمكن الدولة المصرية اكتسبت في مؤخرا في السنوات الأخيرة مهارة الترويج السياحة والدعاية السياحية لمصر، والحقيقة أن دي نوع من أنواع السياحة الدينية. يمكن كمان في خطة التنمية للدولة لسانت كاترين أو منطقة سانت كاترين بالأديور الموجودة هناك، الدولة المصرية بتراعي بعدين مهمين جدا، وهو البعد البيئي والبعد التراثي، لأن دايما التطوير ممكن يطمس الهوية التراثية لهذا المكان، ولكن الدولة المصرية بتحرص في خطتها التنموية ان هي تنمي هذا المكان وتطوره، ولكن دون طمس الهوية التراثية. وكان ليها معايير معينة قامت بها وزارة السياحة وحددتها، مثلا المباني ما تكونش اكتر من دور واحد او اثنين لعدم طمس الهوية التراثية. اما البعد البيئي، والحقيقة يمكن ده بنراعيه في كل محافظات مصر دلوقتي نتيجة قضايا المناخ، حضرتك هتلاقي حتى ان دلوقتي وزارة السياحة بتلزم المنشآت الفندقية ان هي تكون بتراعي العلامة الخضراء. حتى لو بحثتي او سيد المواطن الكريم لو بحث دلوقتي عن اي فندق لازم هيلاقي فيه علامه معينه اخذها هذا الفندق اللي هي ايكو سيرتيفايد، اللي هي العلامه الخضراء ان هذا الفندق هو بيتبع ممارسات صديقه للبيئه. الحقيقه كمان ان مسار العائله المقدسه هو السياحه الدينيه طبعا ستروج لمصر وستجلب كثير. مش احنا طبعا لا ننظر الى المهم جدا الربح المادي والعمله الصعبه، لان من كل انحاء العالم السياحه الدينيه دايما بيكون ليها السائح من كل بلدان العالم، ولكن أيضا ده سيوطد السيادة المصرية وسيوطد تاريخ مصر اللي يمكن كان مهمل في العقود السابقة. مفيش حد في العالم عنده منطقة زي التجلي الأعظم. صحيح. يعني دي احنا بننفرد بيها يعني. صحيح. الحمد لله.
الكاتبة الصحفية الأستاذة ماريان جرجس، أنا بشكرك شكرا جزيلا، نورتيني يا فندم. شكرا. مشاهدينا الكرام، انتهت جولتنا الإخبارية. دلوقتي هروح لفاصل، وبعد الفاصل عندنا لسه فقرات كتيرة. أعتقد أن النهاردة السبت موعدكم مع فقرة السوشيال ميديا مع زميلتنا لميس، انتظرونا. ولسه مكملين معاكم النهارده السبت، معاد فقرتنا ترندز. والحقيقه الضيف اللي شفتوه دلوقتي عامل حاله كده على السوشيال ميديا، عيله كامله يعني، بيحاول ان هو يجسد كل شخصياتها، قدر ان هو يقدم لنا من خلال المواقف كده بتحصل في كل بيت سكتشات صغيره كده بطريقه كوميديه. يعني بنشوف فيه المواقف اللي احنا بنعيشها كده مع اهلنا، مع اخواتنا، مع جيراننا في الشارع، ومن كتر خفه دمه احنا بقينا مدمنين فيديوهات. وهو ده مصطفى ترك اللي منورنا النهارده. صباح الفل يا مصطفى. صباح النور. ايه الاخبار؟ كل حلو الحمد لله. ربنا ايه خليك. بس ده شغل جامد. ربنا يخليك والله. ربنا يخليك. انت بتقوم بدور عيله كامله. احكي لي الاول القصه بدات ازاي. هي قصه بدات على التيك توك، تمام؟ زي تلات ارباع الناس عموما، يعني اللي هو ببتدي بشوف رياكشناتي بقى شويه. انا يمكن ده اللي مميزني شويه. بس انت دخلت على طول تمثيل، يعني اول ما بدات المحتوى بتاعك بداته تمثيل ولا لا؟ رياكشنات اللي هو بشتغل على الساوندز اللي هي بتبقى فايرل على التيك توك. أوكي. اللي هو الناس كلها شغال عليها. حلو. فببتدي بالرياكشنات شويه. الكلام ده امتى؟ طبعا كلنا قاعدين في البيت على ساعه الكورونا. فبعد كده من شهر 9/2021 ابتديت ان انا ابتدي بقى اكتب سيناريوهات. ابتدى ان انا اجسد شخصياتي، تمام؟ بيبي صوصة اللي هو الطفل، تمام؟ الام، الحما. الحما دي اكتر حاجه برضو ضربت مع الناس شويه. طبعا. بجسد شخصياتي من المجتمع. باخد سكتشات صغيره جدا، حاجات يعني موجوده، بس الفكره كلها انا ما حدش بيتكلم عليها، نادرا جدا ما حد بيتكلم عليها. فباخد مثلا الحما، عملت شخصيه سواق توك توك. بس فمفروض ان انا هقدم برضو الاب كمان شويه. بس انا اشمعنى الاب متاخر علينا؟ طيب عشان انا بحاول على قد ما اقدر اجتهد في اي شخصيه بعملها. فشخصيه فيها جدا. فشخصيه الاب تقريبا قاعد بقالي 3 اسابيع برسم في الكاركتر فيها. بنشوف هيطلع ازاي بالظبط. طيب انت ايه اللي جاب في مخك ان انت تبتدي تعمل سكتشات وتمثل؟ هل انت عندك موهبه التمثيل، الكتابه، القصه جت ازاي؟ عامة انا مثلت في مسلسل اولاد الشوارع 2007. حلو. كنت قايم بدور كيمو، بس طلعت بدور اربع حلقات مع المخرجه الاستاذه طبعا شيرين عادل. فانا حاسس ان انا عندي الموهبه، يعني بحب ان انا امثل، بحب اقف قدام الكاميرا قوي يعني. فالموضوع ابتدى، يعني اصحابي يقولوا لي انت عندك رياكشنات حلوه، طب ما تجرب، طب ما تعمل الكلام ده كله. ففعلا لما جيت دخلت لقيت ان انا اقدر اجسد شخصيات. فبصراحه يعني في الاول جربت فيديو في الثاني، فلقيت الناس اللي هو ايه انتراكشن معايا حلو قوي، والناس بتشير، الناس بتقول لي شاطر كمل. فده بصراحه اللي خلاني اتوجه للتوجه ده. وانا شايف ان انا بعرف اعمل حاجه تكون مختلفه شويه عن الناس. يعني مثلا انا لما اجي اجسد شخصيات ثلاث ارباع ناس على السوشيال ميديا، طبعا مع احترامي ليهم، مجرد ما يلبس الاسدال ممكن يرفع صوته، يعمل شويه ميك اب بتاع الكلام ده كله. لكن انا على قد ما اقدر بحاول ان انا البس الاسدال، اجسد شخصيه الحما، الام، مع التمثيل. هي دي بقى الفكره، اللي انا مش برفع صوتي، اللي انا مجرد اللي انا يعني، ودي تمثيل اكتر، فاهم قصدي؟ يعني مثلا الحما بتقعد مثلا مع يعني ابنها ومراته، والعكس نفس الكلام. فبتبص طبعا اللي هو مثلا ايه، لما تتجوزي واحد ابن امه وامه تيجي تزورك. بالظبط. ده اكتر فيديو واول فيديو عملته للحما، فهو ضرب قوي مع الناس الحمد لله. اللي هو بصتها مع البنت، فبتبص لها كده اهو من تحت لتحت كده اهو، تمام؟ ايوه الحما في تراب على فكره، ها؟ ربنا يخليك. تيجي بقى مع جوزها على طول اللي هو ابنها، ضنايا كبد امك بتاع كده. فاللي هو الحاجات موجوده في المجتمع، فاهم قصدي؟ فانا على قد ما اقدر بجسد الشخصيه بالظبط. انت طب بتجيب الافكار منين؟ ولا انتوا تيم كل واحد بيطلع فكره؟ ايه اللي بيحصل؟ بصي انا معايا تيم، انا معايا تيم، بس الافكار كلها بيبقى 95% انا اللي بطلعها. اوكي. الافكار عموما موجوده في المجتمع بتاعنا كله. طول ما انت ماشيه في الشارع افكار 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 افكار. حكايات ما بتخلصش. بالظبط. فممكن اكون مثلا بشتري اكل،
من مطعم ما، مش عايز اقول اسمه يعني، بس هو الموظفين بتوعه مشهورين جدا، اللي هم بيزعقوا في الزبون على طول كده، فممكن حد يكلمني بالطريقه دي فانا ابتكر منها فكره. ودي برضو من اوائل الفيديوز اللي انا عملتها، سواء التوك توك يمكن، سواء التوك توك من ضمن سواء التوك توك اللي انا مثلا مستعجل فبركب توك توك، فالمفروض ان انا خلاص انا عايز اروح مشوار على طول، المشوار يقعد معايا 3 ساعات يعني. ليه بقى؟ ممكن مثلا يروح مبطل في النص، ينزل يشرب كوبايه شاي، يتخانق مع فلان، مع علان، يكسر على كذا، ما اعرفش يكسر على مراتي. سواء التوك توك، انت بجد، انا شفتك حسيت ان هم زي ما بشوفهم في الشارع زي ما بيعملوا. والله بصي، على قد ما اقدر ان انا بركز مع الشخصيه يعني. سواء التوك توك مثلا قعدت حوالي 3 ايام بدرس الشخصيه، بنزل عين شمس، انا اصلا من حالي القبه تمام، فبقعد بتفرج على سواقين التكاتك، بدرس الشخصيه، بفضل مركز فيهم لغايه لما اشوف حركاته، كلامه، طريقه حركاته الايد. انت لقيت شخصيه منهم وقلدتها؟ لا، مش شخصيه واحده عموما. انا بجمع انا بجمع، ممكن يعني استفيد من كاركتر واحد معين مثلا في طريقه الكلام، بس الاكتر عموما بيبقوا الثلاث ارباع بيبقوا. هي المهنه بتخلي كل واحد ليه تركيبه معينه يعني. بالظبط. طيب بعد كده بقى بتقعدوا تكتبوا السكريبت وتصوروا، يعني كل ده بياخد منك وقت ازاي؟ الكواليس عامله ازاي؟ احكيها لي برضه. بص هقول لك على حاجه، زي ما قلت لك باخد الفكره تمام، وانا مثلا مروح من شغل، جاي من الشغل، فببتدي ان انا افتكر فيها، ده حصل مثلا كذا كذا يعني. مثلا حاجات برضو ممكن فكره تجي لي، زمان كنت في الجيش، ده برضو الفيديو للناس اللي هو ايه شافته كتير قوي يعني، الفرفور لما يخش الجيش. فاحنا في اول يوم مركز تدريب بيبقى صعب جدا، اوكي. فعامه بيبقى معانا تليفونات، صور بس. فالفكره كلها اللي هو بيجي الفرفور، اوكي، بيكلم والده، الو، ايوه بابا، لا انا تمام، مفيش مشاكل، بيطمنوا، لا ابنك راجل، معرفش ايه بتاع الكلام ده كله. فمن الناحيه الثانيه بقى، مامي مامي لا انا مش قادر استحمل اكتر من كده، حرام بتاع. فدي فكره انا شفتها برضو كشخصيه، اوكي. باخد الشخصيه بفكر فيها، بكتب بوينتس انا عايز اكتبها. ثلاث ارباع الفيديوز بتاعتي ارتجالي، يعني مش بتقعد تكتبه انت؟ لا، مش اللي هو زي ما بيطلع من واحد اتنين، لا خالص، هو بيبقى ارتجالي. انا مثلا بقول البوينتس تمام، مثلا فلان تعالى هنعمل 1 2 3 4، الزوايا بتاعتنا كذا كذا كذا، اوكي، انا هقول كذا، انت هترد تقول كذا، بس ايه بطريقه ارتجاليه شويه عشان الموضوع يطلع بسيط وسيمبل قوي. الام بقى مطلعها بتحب الابن اكتر من البنت ليه؟ لان الموضوع انت اولا بتشوف في الام حاجه من مامتك يعني، بتقلد امي، خالتي، عمتي، امهات صحابي لما بروح مثلا عندهم في البيت، الموضوع كله بتقعد تجمع. ثلاث ارباع الامهات فعلا كده، انا مش عايز اجمع طبعا، بس يعني بنسبه 99% كده بدون مبالغه يعني، هي الام بتحب الابن شويه عن البنت. الاب بقى بيبقى مختلف شويه في الحته دي. فده اللي انت هتدرسه بقى. بالظبط كده، اللي هو بيفضل البنت شويه عشان خاطر البنت بتبقى دلوعه شويه، بيريحها بتاع الكلام ده كله، وانت ابن، انت الراجل، انت المفروض تنشف شويه، انت اللي المفروض تشيل المسؤوليه وهكذا يعني. بس الامهات لما بيشوفوا الفيديوهات يعني تاثيرهم ايه او رد فعلهم ايه؟ او مامتك مثلا لا بيتبسطوا جدا، بتقلدني ولا ايه؟ لا بيضحكوا جدا على الكلام ده. ولما امشي في الشارع مثلا الاقي يعني ست مثلا معاها بنت ولا حاجه، انا بحب الفيديو بتاعتك قوي، انت بتقلدنا، انت انت انت، ف يعني الناس بتشوف نفسها في الفيديوهات. بالظبط. بالظبط. هل في حد بيطلب منك شخصيات معينه مثلا تعملها، مواقف معينه؟ موجود. في مثلا بنات او عموما صحابي كرجاله يعني بيكلموني مثلا على الواتساب على فويس نوت، يا مصطفى على فكره احنا شفنا كذا 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 قدامي، ده حصل مع واحده صاحبتي كذا 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 كذا، كانت نازله مثلا ديت مع واحد ومعرفش خلاه هو كل وشرب اكتر منها وخلاها اللي تدفع، فوالنبي اعمل لنا فيديوز على الموقف ده وهكذا يعني. فهو يعني بيطلبوا منك المواقف. بالظبط. انا في مواقف كتير جدا بجيبها من دماغي ببتكرها وبشوفها، وفي ناس مثلا تبعت لي اعمل مثلا كذا كذا كذا، اتريق مثلا على فلان، اتريق على الفرق بين مثلا الام لما تيجي تعمل كذا وكذا، بين البنت بنتها لما تيجي تطلب منها اكل ولما ابنها يطلب منها اكل، عايزين يشوفوا المواقف اللي بيعيشوها هتعملها ازاي بطريقه كوميديه. بالظبط، هم عايزين يشوفوا طريقه مصطفى تركي في الفيديو هتبقى عامله ازاي. فكره العيله بقى، ما بتفكرش ان انت
تبتدي ان انت تستغل ده في ان انت توصل رسائل، بما انك كمان عندك شخصيه صاصه شخصيه الطفل، فتخاطب بقى الاطفال وتبتدي ان انت تديهم نصايح بشكل كويس تكون مؤثر مثلا عليهم. بص اقول لك على لانه شخصيه الطفل دي برضو يعني مهمه جداً. ولازم جداً. تبقى بتقدم محتوى ينفع الطفل يشوفه او ينفع الشريحه دي من العمر يشوفوه. تمام. انا الحمد لله على قد ما بقدر الفيديوز بتاعتي كلها ما فيهاش الفاظ خارجه، ما فيهاش مشاهد خارجه، مفيش تجاوز. ليه؟ لان انا عندي الحمد لله جمهور عام. الام والبنت والاب والابن بيتفرجوا على العيله المصريه المحترمه. انا في فيديوز برضو عشان ما اكونش ببالغ، مش كل الفيديوز بتاعتي فيها رسائل، بس في فيديوز معينه زي ما حضرتك دلوقتي بتقولي لي، لا بوجه رساله بس بين السطور. مش بقول يا جماعه المفروض نعمل كذا وكذا. ليه؟ لان ده مش دوري برضو بصراحه. انا ممكن اكون مش هقدر اوصل الفكره دي بطريقه سليمه، فاهم قصدي؟ لكن انا شاطر في حته الكوميديا والسكتش، بوصلها بطريقه كويسه، اللي هو مثلا بيبي صوصا اللي هو الطفل الفتان. فانا مثلا رسالتي اللي هو لما ام تشوف او الابن او الطفل عموما يعني بيشوف الفيديو يعرف ان الفتنه وحشه. لما يشوف حاجه مش كل حاجه يروح يحكيها. فقال له مثلا كنت قاعد بيبي صوصا، فقاعد مع اخوك كبير، فاخوك كبير غصب عنه دلق كوبايه ميه وازازه عموما يعني، فكسرت. اول ما شاف ازاي ده كسرت يروح لمامته ازاي كسرت، يقعد يعمل كده. ما ينفعش اللي هو انت شفت حاجه خلاص. ليه؟ لانه اخوه في الفيديو قال له ما تروحش تقول. فدي رسائل عامه بحطها بين السطور عشان لازم اكون يعني بعمل دوري على مركز قد ما اقدر. مركز في المحتوى اللي انت بتقدمه عشان ينفع اي حد يشوفه. في التصوير والكواليس مع التيم في كلمه مش هقول خارجه بس ممكن تكون شبه خارجه بتتقال في النص. بقول لا مفيش، عيد تاني، ما ينفعش. لازم احترم الجمهور اللي بيتفرج عليا. لان انا في ستات بتشوفني في الشارع مثلا فوق، والله فوق ال 50 و60 سنه وفوق 70 سنة، اللي هو بتبقى جدة. أنا ببقى مبسوط جدا. هو الميزة إن أنت عشان بتقدم كل الشخصيات فتلاقي بالزبط. كل اللي بيتابعك أعمار مختلفة. بالظبط. الحمد لله. فهي الفكرة كلها اللي هو مثلا تقولي أنا بحب أول فيديوز بتاعتك، أنا فأنا باجي أفكر، طب أنا لو جيت مثلا قلت لفظ خارج في مشهد خارج، صحيح الموضوع هيبقى وحش. حتى سواء التوك توك الحمد لله مفيش شتيمة، مفيش مش بولع السجاير في أي شط عموما. حتى لو في مثلا في سيجاره مطفيه ورا وداني، اللي هو بتمثل دور بس، ديكوريشن بيبقى الراكور بتاع الشخصيه بس مش اكتر يعني. بتمثل دور بس. انت شايف انه السوشيال ميديا فتحت المجال كده لاي حد عنده موهبه مش عارف مثلا ياخد الفرصه، وممكن تبقى هي الستيب قبل الخطوه الحقيقيه مثلا؟ طبعا. ولا هي ممكن نعتبرها هي لوحدها نجاح وكفايه؟ بص اقول لك على حاجه، في ناس بتبتدي من السوشيال ميديا وبتوصل للسينما. اوكي، على حسب المحتوى بتاعي يعني. انا بعمل حاجه كوميدي خلاص ممكن اوصل للسينما، ماشي. وفي ناس بتكتفي بالسوشيال ميديا، لان السوشيال ميديا دلوقتي بقى سلاح خطير جدا طبعا، وسلاح ذو حدين، وما شاء الله الله اكبر فلوسه حلوه. عشان الدعايه اللي بتتعمل والكلام ده كله، مشاهدات وكده. فانا خريج اعلام. هي بتعتبر شغل يعني، هي لناس كتير السوشيال ميديا شغل. طبعا انا خريج اعلام، انا اتخرجت 2014 تمام. فايام الجامعه الدكاتره كانوا بيقولوا السوشيال ميديا دلوقتي، والكلام ده امتى؟ 2014، ما كانش لسه بالضجه والانتشار الكبير دلوقتي. بيقولوا دلوقتي السوشيال ميديا كل واحد معاه تليفون اصبح اللي هو وسيله اعلام، حتى لو كانت صغيره يعني. ممكن انا اكون اول واحد في حصلت مثلا لا قدر الله بعد الشر حادثه كبيره جدا في منطقه مشهوره ما، فانا اول واحد امسك الموبايل اصور لايف او ستوري او اي حاجه اروح منزلها مثلا على المنصات كلها بتاعت السوشيال ميديا، ال 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 القنوات كلها بتاعت الاعلام تاخد الفيديو بتاعي. فانا اصبحت اللي انا صوتي واصل الاول، فاهم قصدي؟ نقلت الموقف او الحدث. فهي الفكره كلها بعيدا عن الاخبار عشان برضو ما نبعدش بعيد، حته التمثيل كسوشيال ميديا لا بتوصل، ودي بتبقى اول مرحله عشان خاطر الناس تشوف. ودي اللي بتساعد الناس دلوقتي جدا، وفي كتير قوي بيمثلوا بداوا من السوشيال ميديا.
فده حاجه مفيده طبعا. يعني انت شخصيا رسم خطتك ازاي؟ يعني انت مقرر ان انت الاول تنجح سوشيال ميديا وبعدين تاخد الخطوه الثانيه، ولا لا انا خلاص دي المنصه بتاعتي ودي القناه بتاعتي اللي الناس بتتابعني عليها وخلاص وليا جمهوري؟ لا انا يعني بصراحه حاطط خطه كده لنفسي تمام، حتى في الفيديوز بتاعتي يعني انا بحاول على قد ما اقدر بغير في الفيديوز بتاعتي، مش بجيب حاجه مكرره اوكي. بس انا اخش في الوقت المناسب ليه؟ عشان انا مش هينفع اكون صغير واطلع فجاه بسرعه الموضوع معايا ممكن اقع فاهم قصدي. فانا لازم اخد الموضوع خطوه خطوه سلمه سلمه، اخد الخبره الاول والجراه اوكي عشان اوصل لعدد كبير قوي من الجمهور. بعد كده لما يجي لي فرصه حلوه في السينما اقول اوكي يلا بينا، اللي هو اتخرج موهبه مصطفى تركي. إيه انت مستنيها؟ يعني انت مستني الفرصه؟ ان شاء الله يعني، لان انا جربت قبل كده. بس الفرصه الحقيقيه بقى، يعني انت حاسس ان ممكن اللي بتعمله والتاثير والانتشار؟ في ناس كلمتني طب احكي لي. الحمد لله بيقولوا لي انت عايز تمثل او كده، فبقول لهم طبعا الموضوع انا هوي قوي، فهم يعني بيقولوا خلاص اوكي احنا بس ايه مفيش حاجه دلوقتي، بس اللي هو لما تكون حاجه قدامنا فرصه هناخدك معايا. ليه؟ عشان خاطر بنبقى واخدين منك الاوكي اللي هو مصطفى ترك مش عايز السوشيال ميديا بس، دي الحته اللي حضرتك بتتكلم فيها، عايز يعني ياخد اللي الخطوه اللي بعدها بالظبط. الفتره الجايه بقى هنشوف ايه المصطفى غير شخصيه الاب بقى، بتحضر ايه؟ بما ان خلاص بقى ليك اعمال يعني خلاص على السوشيال ميديا. بحاول على قد ما اقدر ان انا انوع شويه يعني ايه، عشان برضو ما كنتش كداب، اللي هو الاب شغال عليه دلوقتي اكتر حاجه. هشتغل على فئه الصنايعي. حلو. لان انا اصلا عندي شركه مقاولات، فانا شغال مع صنايعيه وعمال كتير جدا. رجاله لا لا ربنا يعينهم، وبصراحه ومجتهدين وبيسعوا جدا بجد رب يعني. ربنا يرزقهم اللهم امين ان شاء الله. فهي الفكره كلها اللي انا هعمل شخصيه الصنايعي تمام في المواقف بقى لما بيتعامل مع الزبون، اللي هو حد عايز شطب، حد عايز يعمل بتاع الكلام ده كله. من نطاق شغلك بقى بالظبط. وفي كليب انا صورته هنزله ان شاء الله باذن الله الاسبوع ده. حلو. عن الابراج. حلو ده. برضه بتفهم في الابراج؟ مش قوي، بس انا دخلت على كل برج ذاكرت شويه، ومن مثلا صناع المحتوى اللي بيقدموا على الابراج قعدت مثلا شفت الجوزاء في كذا 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 وهكذا، ودخلت مثلا على النت برضه جمعت شويه افكار ذاكرت الابراج كلها وعملت لهم اغنيه. لازم ادخل اشوف البرج بتاعي بقى قلت عليه. شكرا يا مصطفى، نورتنا. بالتوفيق ان شاء الله ودايما ناجح. والحلقه الجايه تكون معانا بقى، وانت بعد ما تكون عملت عمل كده وبنتفرج عليه كلنا ان شاء الله. ربنا يخليك. شكرا ليك. كان ضيفنا في فقره ترندز مصطفى ترك، نجم من نجوم السوشيال ميديا، موهبه حقيقيه فعلا، قدر ان هو يكسب حب كل الناس من كل الاعمار في كل البيوت المصريه. بشكركم، خلصت فقرتنا لكن لسه حلقتنا مكمله، خليكم معانا. يا صباح الفل، صباح السعاده على كل مشاهدينا في كل مكان، اهلا بحضراتكم. فقره جديده من صباح البلد. النهارده هنتكلم عن موضوع مهم جدا، ويمكن مش كل الناس تعرف المعلومات اللي احنا هنقولها النهارده، هي معلومات يعني قيمه جدا، نتمنى ان انتم تتابعونا لاخر الحلقه. هنتكلم عن انعدام الحيوانات المنويه واهميه المسح الميكروسكوبي للخصيه، هنعرف يعني ايه كل اللي احنا بنقوله ده، وهنعرف كمان طرق العلاج النهارده مع الضيف اللي منورنا دكتور احمد العياشي، استشاري جراحه الذكوره والعقم والضعف الجنسي بمركز مصر للذكوره. دكتور احمد صباح الفل، اهلا بحضرتك معانا. ازيك يا دكتور؟ دكتور، يمكن موضوع انعدام الحيوانات المنويه دي حاجه مش كل الناس النهارده تعرف يعني ايه، مش كل الناس بتعرف تكتشف انها عندها المشكله دي. خلينا نتكلم الاول ببساطه كده، يعني ايه انعدام الحيوانات المنويه؟ لا بصي، هو سهل الاكتشاف، بس هي المشكله يعني احنا بنكتشفه في ظروف صعبه شويه، يعني العيان بيكون اتجوز اوريدي وبعدين حصل تاخر في الانجاب، يجي يعمل تحليل سال منوي ويتصدم لقى التحليل صفر، اللي هو بيقول يا ريتني كنت عملته قبل ما اتجوز، يا ريتني كنت اعرف قبل ما اتجوز. يعني طبعا الموضوع مش بسيط وبيسبب شويه حرج بالنسبه للرجاله او بالنسبه للزوج يعني. فهو سهل ان احنا نعرف وسهل ان احنا نشخص، وده بيبان في تحليل السائل المنوي عادي. بنعمل تحليل سائل منوي بيجي كله، حتى الورقه كلها اصفار. فهنا ده شخص هو السائل المنوي بتاعه فاضي ما فيهوش حيوانات منويه. انما هو القضيه مش في المشكله نفسها، هي القضيه ازاي هنتعامل مع المشكله دي. تمام. لان هنا العيان بقى بيمر بمراحل كتيره قوي، وفي ناس بتتصرف خطا تماما يعني،
وزي مثلا كان عندي عيان من يومين، هو العيان كان عندي من 3 سنين، وبعدين انا نصحته ان احنا هنتصرف 1 2 3 4، راح عمل حاجات تانية خالص ولف بيه الدنيا وما وصلش لاي حاجه ورجع تاني بعد 3 سنين. فبقول له طب ايه اللي حصل؟ بيقول لي انا زهقت وتعبت. قلت له طب يعني انت لما زهقت وتعبت جاي تزهقني معاك؟ طب ما انا نصحتك، كنا حلينا المشكله من الاول. من الاول. فاذا احنا اكتر مشكله بنواجهها مش ان العيان يبقى عنده زيرو حالات منويه، المشكله اللي بنواجهها ان العيان يمشي غلط، ان العيان يتصرف غلط. طبعا. واكتر حاجه بنعملها غلط بان هو على طول مباشره اول ما بيلاقي تحليل زيرو كل الناس بتنصحه ان هو يعمل عينه من الخصي. وده يمكن اكتر حاجه خطا بيقع فيها المريض. احنا بننصح الناس ان احنا نتأنى شويه وما نستعجلش على قرار فتح الخصي. صحيح هو قرار سليم ان انا اعمل عينه من الخصي لو انا عندي انعدام حالات منويه، انما امتى اعمل ومين العين اللي يناسبه وازاي ازود من فرص نجاح هذا الاجراء اللي انا بعمله. تمام. فهي دي النقطه الاساسيه. هنا بيجي اهميه ان يبقى في دكتور ذكوره متخصص فاهم هو هيتصرف ازاي. طبعا. يبقى عارف سن الزوجه ايه، سن الزوج، عدد سنين الجواز، دي كلها امور بتحكمنا في ان انا هتدخل مع المريض ده ازاي. يعني النهارده انا لو عندي زوج متجوز بقاله سنه او سنتين، سنه صغير، مراته سنها صغير، ايه اللي استعجلني ان انا ادخل اعمل عينه من الخصيه؟ خالص مفيش اي وجه للاستعجال يعني. لا، العين ده ياخد فرصه كامله. نحاول نشخص نمره واحد ايه سبب انعدام الحيوانات المنويه، لان طبعا اول ما اعرف السبب ده هيسهل عليا حاجات كتيره جدا. تمام. بعد ما اعرف السبب ابتدي انا احط خطه علاج للمريض ده وما نستعجلش على فتح الخصي. ده مهم قوي، وده اكتر خطا احنا بنواجهه. بيجي العيان فاقد الامل لانه عامل حاجات كتيره جدا وما وصلش في الاخر لنتيجه. صحيح. وده بيكون نتيجه ايه؟ اولا ما تابعش مع حد متخصص، تاني حاجه هو استعجل في فتح الخصي، ونتيجه ان هو ما تابعش مع حد متخصص من الاول، ان هو تشخص غلط كمان. صح. فهو ماشي في طريق اصلا غلط، هو اصلا مش بيتشخص. هو الناس اوتوماتيكالي انت تحليلك زيرو ادخل اعمل عينه. وده كلام مش سليم. طبعا. اساسا الكلام ده كنا بنعمله زمان قوي. النهارده بقى في عندنا ادوات بنشخص بيها العيان. بنعرف من الاول هو ايه سبب انعدام الحيوانات المنويه عنده. هل هو نتيجه خلل واضطراب في الهرمونات؟ ده ممكن يبقى شويه علاج يخلوا العين يبقى كويس جدا. يعني انا جالي عيان كان زيرو حيوانات منويه، هو بس مجرد انه عمل تحليل دم وعمل تحليل هرمونات وكان عنده ضعف في افرازات الغده النخاميه، هو العيان ده خد شويه علاج لمده 3 شهور، العيان بقى بيجيب بالملايين. تمام. فده قد ايه؟ النهارده هو لو كان في الظروف دي دخل عمل عينه ما كانش هيلاقي حاجه. تمام. وكان هيتحكم عليه على ان هو خلاص ما عندوش امل، في حين ان هو اصلا الموضوع كان بسيط، بسيط خالص جدا يعني. جدا جدا خلاص. في عيان تاني بيكون عنده ضعف في الخصي. هنا برضو ده انا ما بستعجلش عليه في ان انا اعمل العينه الميكروسكوبيه او ان انا اعمل عينه. يعني خلاص، ده احيانا كمان هو بيروح يعمل عينه عاديه، اللي هو الموضوع بيصعب على نفسنا الموضوع اكتر واكتر. فالنهارده لازم المريض يتحط له خطه علاج. تمام. تبدا بالتشخيص السليم وتنتهي في الاخر لو هو مع مراحل العلاج المختلفه فضل التحليل برضه زيرو، بنلجا في الاخر للعينه الميكروسكوبيه. تمام. وهو كان في زمان عينات كتير قوي، وما زال حتى هذه الايام احنا في عندنا اكتر من نوع من العينات. يعني احنا ممكن نعمل عينه من الخصيه عن طريق سحب الابره، وده اجراء بيناسب نوع معين من العيانين. او ممكن انا اعمل عينه من الخصيه بالفتح الجراحي، ودي احنا بنسميها العينه العاديه اللي احنا النهارده مش ميالين ليها قوي، وبدانا نقلل قوي من ان احنا نعتمد عليه. وفي اخر حاجه اللي هو العينه الميكروسكوبيه. تمام. وده احدث اجراء جراحي بيتعمل. الأحدث دلوقتي. دي التقنيه الاحدث. دي اللي نسب النجاح فيها اعلى، دي اللي بنقدر نساعد بيها قطاع كبير جدا من الناس اللي عندها انعدام حيوانات منويه نتيجه ضعف او خلل وظيفي في انسجه الخصيه. طب خلينا يا دكتور نعرف المعنى اكتر بتاع العينه الميكروسكوبيه للخصيه، يعني معناها بالظبط ايه؟ ايه اللي بيتم فيها بالظبط؟ ادام انا جبت، انها هي الطريقه الاحدث. ادام انا جبت كلمه عينه يبقى انا بتكلم في عمليه جراحيه. تمام. كده انا بحضر المريض بتاعي ان هو يدخل العمليات. اوكي. عندي السائل المنوي زيرو ما فيهوش حيوانات منويه، بس ممكن يكون في جوه الخصيه حيوانات منويه. فطبعا بتسال سؤال مباشر، طب ازاي في جوه وما بيطلعش بره؟ لان الناس مش فاهمه ان الحيوانات المنويه بتخرج من الخصيه بالتدافع. يعني انا محتاج جوه يبقى فيه كتير قوي علشان تتدافع مع بعضها عشان يبتدي يظهر لي فيه السائل المنوي. يعني مثال بسيط، احنا لو في اللوكيشن ده مثلا حوالي 1000 بني ادم. اوكي. اكيد بره الاستوديو جنب الاستوديو هيحسوا بينا. طب لو احنا 1 أو 2 قاعدين جوه محدش هيبقى حاسس بالزبط. بينا خالص، بس ده مش معناته ان المكان جوه فاضي. فهنا برضو نفس الحكايه، لو الاعداد جوه الخصيه قليله ممكن الشخص ده يعاني من انعدام حيوانات منويه، انما لو دخلنا جوه الخصيه ممكن نلاقي حيوانات منويه. فانا ادام قلت كلمه عينه يبقى انا بدخل العين وبحضره لان انا اعمل له عمليه جراحيه بفتح فيها الخصيه. ايه بقى الميزه اللي في العينه الميكروسكوبيه؟ هنا انا بستخدم ادوات زياده عن العينه العاديه. تمام. بستخدم حاجه اسمه الميكروسكوب الجراحي.
أوكي. والميكروسكوب الجراحي ده غير المجهر او الميكروسكوب اللي موجود جوه المعامل اللي الناس كلها عارفاه اللي هو شكله صغير دوت بقى في المعامل. الميكروسكوب الجراحي ده جهاز كبير جدا، يعني ده بيساعدني ان انا افتش جوه الخصيه بحاجتين مهمين قوي. اول حاجه ان انا بشوف مساحه اكبر من الخصيه، وبالتبعيه انا بزود من نسب النجاح. تاني حاجه بيديني تكبير اكتر من العين المجرده، فده بيسهل لي ان انا اقدر اوصل للبؤر اللي ممكن تكون فيها حيوانات منويه. فهنا انا بزود نسب نجاح العينه، ونمره 2 بقلل الاجزاء اللي انا باخدها من الخصيه، وبالتبعيه العيان دوت انا ببعد عنه المضاعفات بتاعه عينه الخصيه. تمام. طيب اي مكان يا دكتور اقدر اروح اعمل فيه النوع ده بالظبط من العينات، او مين الشخص اللي يقدر يعمل لي ده بالتحديد وتبقى النتيجه طالعه يعني اكيوريت جدا مظبوطه جدا؟ مهم جدا بقى اللي حضرتك بتقوليه ده. احنا ازاي نزود من نسب النجاح؟ ده بيعتمد بالاساس على ان انا اعمل عينه ميكروسكوبيه. لازم الاجراء نفسه، التكنيك نفسه. نمره 2 مين يعمل العينه؟ طبعا لازم حد يكون عارف يتعامل مع الادوات دي، حد متمرس، حد عنده خبره، حد بيعمل هذا النوع من العمليات ويقدر يستخدم الميكروسكوب الجراحي. نمره 3 مكان، المكان يكون موفر اصلا هذا الميكروسكوب للجراح، لان في اماكن كتيره جدا في مصر ما عندهاش اصلا متوفر بي. لا مش متوفر فيها الميكروسكوب الجراحي ده. تمام. يعني يمكن الاماكن اللي متوفر فيها الميكروسكوب الجراحي هي اماكن تتعدى على صوابع الايد الواحده يعني. فانا النهارده موجود، لازم يكون في مكان موفر الميكروسكوب وعندي جراح يقدر يتعامل مع النوع دوت من العمليات وعنده خبره، ولازم يكون في معمل معمل حقن مجهري، الناس اللي فيه الكوادر اللي فيه هي مؤهله لانها تتعامل مع عينات الخصيه، لان هو ممكن لو الشخص ده مش مؤهل ممكن يضيع مجهودي ومجهود العيان. صحيح. فلازم المكان مهم قوي. تمام. فالجراح مهم، الجهاز مهم جدا اللي هو الميكروسكوب الجراحي، الناس الكوادر اللي بتتعامل مع عينه الخصيه، وقبل الكلام ده كله لازم التحضير الامثل للعيان. لازم العيان يتحضر بشكل كويس. القضيه يا إيريني مش ان انا اعمل عينه ميكروسكوبيه للعيان، المهم ان انا اعمل عينه ميكروسكوبيه ناجحه، ان انا ازود من فرص نجاح العينه الميكروسكوبيه دي. تمام. لان بيعتمد عليها بعد كده ان انا هعمل حقن مجهري وشويه اجراءات هتتم بعد كده. فمهم جدا نحضر العيان وما نستعجلش قبل ما نعمل العينه الميكروسكوبيه. تمام. طب لو اتكلمنا على نسب النجاح في مركز مصر للذكوره، تقريبا قد ايه الحالات اللي بتيجي طبعا يوميه ومستمره دايما، النسب النجاح بتاعه اخذ العينات دي بتبقى قد ايه عند حضرتك؟ بصي، هو المتعارف عليه النسب العالميه بنتكلموا من 40 ل 50% نسب نجاح العينه الميكروسكوبيه. تمام. احنا الحمد لله عندنا احصائيات بتتعمل كل سنه، يعني انا اقدر ادعي ان احنا الحمد لله يعني مع النسب دي يمكن بدانا نتخطاها، يعني انا اقدر اقول ان احنا ممكن نوصل ل 50 و60% نسب نجاح في العينه الميكروسكوبيه. جميل جدا. ممكن يبان قدام الناس ان دي ارقام قليله 50 و60%، بس هي فعليا على ارض الواقع نسب عاليه جدا. طبعا. طبعا انا بتكلم ان من كل 10 عيانين ممكن 5 أو 6 ننجح معاهم في ان احنا نحصل على حيوانات منويه ونعمل حقن مجاري، وخصوصا الناس اللي عامله عينات قبل كده. يعني احنا بيجي لنا يوميا ناس عامله عينه عاديه او عامله حتى سحب بالابره، وده احيانا بيكون اجراء غير مناسب وغير كافي لبعض الحالات. فمش معنى ان هو عمل سحب ابره او عمل عينه عاديه وكانت العينه دي سلبيه، او حتى بعض الاحيان بيجي لنا تقرير انسجه بيقول ان الشخص ده ما عندوش خلايا ام منتجه الحيوانات المنويه، ده مش معناته نهايه المطاف. هنا بقى هو ده العيان الامثل للعينه الميكروسكوبيه. تمام. هو ده العيان اللي احنا النهارده نقدر نرجعه تاني على الطريق. العينه الميكروسكوبيه بتساعد العيانين اللي اوريدي كانوا عاملين عينات قبل كده والعينات دي كانت سلبيه، نقدر ننجح معاهم باستخدام الميكروسكوب الجراحي ويطلعوا حيوانات منويه ويقدروا يعملوا حقن مجهري. تمام. مهم جدا يا دكتور طبعا ان انا اروح لمكان في كل حاجه موجوده في نفس المكان، في اولا التخصص والخبره، في المعامل المجهزه مظبوط، في مكان مخصوص للاشعاعات، في كمان مكان مخصوص لسحب العينات دي بالتحديد. مظبوط. يعني هو صحيح؟ ده اللي احنا بنوفره، ان الخدمه متكامله في مكان واحد. العام ما بيروحش ويجي، لان مهم جدا ان احنا لو قدرنا ننجح مع العيان ونوصل لان العينه دي سليمه وفيها حيوانات منويه وهنجمدها، انا لا افضل نقل العينات. تمام. فهو لازم تبقى الخدمه متكامله في نفس المكان. يعني انا النهارده هشخص العيان صح، فبالتبعية عايز اعمل له عمليه تبقى في نفس المكان. عشان ان شاء الله لما ننجح ونطلع حيوانات منويه نقدر نعمل حقن مجهري في نفس المكان. تمام. فطبعا هي منظومه متكامله لازم تكون كل عناصرها موجوده وعندها خبره في انها تتعامل مع الحالات دي. طبعا دي من اهم الحاجات يعني اللي احنا محتاجينها، الخبره علشان نمشي كل الخطوات اللي بعد كده. هي الخبره مزبوطة. ما بتجيش من فراغ طبعا. احنا بنتكلم على عدد حالات، بنتكلم على زمن، يعني بنتكلم بقى لنا سنين شغالين
عندنا عدد حالات مهول جدا، فده هو اللي بيصنع الخبرة. احنا مش بنتكلم خبرة ده مجازا بس، لا احنا يوميا عندنا شغل، يوميا عندنا حالات. الحمد لله نسب النجاح عندنا تعتبر نسب من الأماكن العالية في مصر يعني، وبره مصر أدعي حاجة زي كده. فمهم جدا، المهم ان احنا نبقى عندنا الفهم والوعي للنوع ده من المشاكل. ازاي احنا هنحضر العيان بشكل سليم؟ مهم جدا ما نستعجلش على العيان. انا دي اكتر حاجة مزعجة بالنسبة لي، لو العيان بيمشي من الاول صح مش مهم نستعجل عليه، يعني ياخد وقته خالص، لان احنا اكتشفنا ان في ناس اثناء مراحل العلاج نفسها في ناس مرضاتها بتحمل طبيعي. يعني انا دايما في سؤال بتساله، هل ممكن الشخص اللي عنده انعدام حيوانات منويه يحصل حمل طبيعي؟ انا بقول اه ممكن يحصل. يعني بالفم المليان بقول اه، وعندي حالات والله كان نفسي النهارده اجيب نماذج منها بس ما لحقناش. اه في ناس اثناء مراحل العلاج حصل حمل بشكل طبيعي. ليه؟ لان العيان ممكن وهو بيتعالج يحصل تحسن في نسيج الخصية بتاعه وينتج حيوانات منوية ولو أعداد بسيطة، بس هو في الأول وفي الآخر الإنجاب ده رزق، فممكن مراته تحمل طبيعي. اه أنا عندي حالتين بس في الثلاث شهور الأخرانيين دول مراتاتهم حملوا طبيعي وهم كانوا انعدام حيوانات منوية. فمهم ما نستعجلش على المريض طبعا، مهم نحضر العيان بشكل كويس. بنفاجئ والله بنتائج أثناء تحضير العيان. في عيان بيبقى انعدام حيوانات منوية وبنحضره واثناء التحضير بينتج في السائل المنوي. تمام. شفت الشخص ده انا جنبته اساسا انه يفتح الخصيه. صحيح. اه خلاص احنا وفرنا عليه سكه طويله ممكن يكون اخرها مش مظبوط. اولا ضمننا ان احنا نعمل حانم اجهري، ثانيا طلع في السائل وده بيكون جودته افضل بكتير من اللي موجود في الخصيه، ثالثا جنبناه فتح الخصيه نفسها. تمام. كاجراء جراحي يعني. آه طبعا. فدي كلها مزايا من ان انا احضر العيان بشكل كويس. طب خلاص حضرناه وما زالت الامور زيرو وخلاص احنا قررنا نعمل عينه، الامثل والاصح والافضل والاحسن من ناحيه النتائج والاقل من ناحيه المضاعفات هو العينه الميكروسكوبيه. تمام. اللي هو فتح الخصيه بمساعده الميكروسكوب الجراحي. تمام دكتور، خلصت فقرتنا النهارده مع حضرتك بسرعه، كان لسه معانا استفسارات كتير اكيد هنكملها مع حضرتك في فقرات تانية قريب جدا. شرفتنا ونورتنا دكتور جداً. احمد العياشي شكرا جدا لحضرتك. كان معانا منورنا دكتور احمد العياشي استشاري جراحه الذكوره والعقم والضعف الجنسي بمركز مصر للذكوره. نتمنى تكون فقرتنا النهارده حضراتكم استفدتوا منها، نتمنى نكون اي حد بيعاني من المشكلة دي النهاردة قدر ياخد معلومات كافية ان هو يبدأ يتحرك ويقف على اول الطريق الصح علشان ان شاء الله المشكلة تتحل وما يكونش ابدا حد عنده اي مشاكل.